Hello everybody, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي حابب يقتني الفيديوهات في يتواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف. معكم أنا دعاء ديبو. Let's go. Unit 16 الدرس السادس عشر بارت 1 listen and read الجزء الأول استمع وأقرأ اللوحة الأولى. What's the matter Omar؟ ما المشكلة يا عمر؟ I feel ill أنا أشعر بالمرض. I've got a sore throat أنا كاف لدي التهاب حلق وسعلة. You should see the doctor. Let's go. ينبغي أن ترى طبيب دعنا نذهب. اللوحة الثانية. You've got a temperature. You should go to bed. لديك ارتفاع بدرجة الحرارة ينبغي أن تذهب إلى الفراش. But I've got a football match this afternoon. لكن لدي مباراة كرة قدم بعد الظهر. You can't play football today. You've got a bad cold. You should stay at home. لا تستطيع أن تلعب كرة القدم اليوم. لديك زكام حاد. ينبغي أن تبقى في البيت. اللوحة الثالثة. You should take this medicine after every meal. You should drink lots of water. ينبغي أن تأخذ هذا الدواء بعد كل وجبة طعام. ينبغي أن تشرب الكثير من الماء. Alright, doctor. حسنا يا دكتور. Thank you. شكرا لك. اللوحة الرابعة. But he can't get up and read a book this evening. لكن بإمكانه أن ينهض ويقرأ كتاب هذا المساء. Thank you, doctor. شكرا لك يا دكتور. ستادي بوكس. لدينا هنا مريض ذهب إلى الطبيب. ماذا قال للطبيب؟ قال له I've got a sore throat. لدي التهاب بالحلق. ماذا يقول له الطبيب في هذه الحالة؟ You should drink lots of water. You should drink lots of water. طيب إذا قال له I've got a cough. لدي سعلة. ماذا يقول له الطبيب؟ You should stay at home. ينبغي أن تبقى في البيت. طيب إذا قال له لدي حرارة I've got a temperature ماذا يقول له الطبيب؟ You should take some medicine. عليك أن تأخذ بعض الدواء. Part 3 Ask and Answer. الجزء الثالث اسأل وأجب. What's the matter؟ السؤال الرئيسي هنا What's the matter؟ ما المشكلة؟ I've got a cough. لدي سعلة. You should take some medicine. عليك أن تأخذ بعض الدواء. Part 4 Look and say. الجزء الرابع انظر وقل. ماذا يقولون لنا هنا أصدقاؤنا؟ We're gonna go to the mountains. What should we take? What should we take? ماذا علينا أن نأخذ معنا؟ نحن سوف نذهب إلى الجبال. ماذا ينبغي أن نأخذ معنا؟ جميل. هنا يجب أن نكتب جملة should. بالمناسبة جملة should موجودة أيضا في نهاية درس القراءة، لكن سوف أخبركم بماذا تتألف جملة should. تتألف من فاعل should، فعل أساسي بالمصدر، ومن ثم تتمت الجملة. طيب هي سألتنا what should we take ماذا علينا أن نأخذ. يجب أن نقول لها you أنت should ينبغي take تأخذي. انظروا إلى الصورة. موبايل فون. some water. sun cream. اكتبوا لي جملا، اكتبوا لي على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه وأنا أثق بكم. Part 5 sing. الجزء الخامس أغنية. What's the matter? What's the matter with you? Have you got a temperature? Or have you got a cough? Have you got a sore throat? Or have you got a cold? You should go to bed. You should drink some water. You should stay at home. You should take some medicine. What the matter? What the matter with you? معاني الكلمات لهذا الدرس لدينا جدول على اليسار. What's the matter? ما المشكلة؟ feel يشعر المرض. sore throat التهاب في الحلق. cough سعلة. should ينبغي أن. temperature درجة حرارة. ماتش مباراة يعني فوتبول ماتش مباراة كرة قدم. باد كولد زكام حاد. تيك يأخذ. ميديسن دواء.
ميل وجبة طعام لاتس الكثير من alright حسنا. أما الجرامر لهذا الدرس فلدينا قاعدة should. should وتعني باللغة العربية ينبغي أن، تستخدم لتقديم النصيحة، يعني أريد أن أنصح أحد ما بشيء معين، أقول له جملة should. ما هي جملة should؟ طبعا تتألف هذه الجملة من فاعل أولا ثم should ثم فعل بالمصدر ثم تتمت الجملة. المثال أو الإكزامبل، you should see the doctor، ينبغي أن ترى الطبيب. you should see the doctor. okay. مرحبا بكم مجددا في كتاب النشاط يونت 16 الدرس السادس عشر بارت 1 read and match الجزء الأول اقرأ وصل. مجموعة من الصور، مجموعة من الجمل سهلة. number 1 he's got a cough. he's got a cough. number 2 I've got a sore throat. number 3 he's got a temperature. number 4 I've got a cold. بارت 2 read and answer الجزء الثاني اقرأ وأجب. لدينا كلمات بالإطار الأزرق: drink glass of water, take some medicine, go to the park, see the doctor, be in bed, play football. سوف أترجمها: drink glass of water، اشرب الكثير من الماء. الجملة التالية: take some medicine، خذ بعض الدواء. الثالثة: go to the park، اذهب إلى المتنزه. See the doctor، شاهد الطبيب. Be in bed، كن في الفراش. Play football، العب كرة القدم. طيب زميلتنا هنا ماذا تقول لنا؟ I feel ill، I've got a sore throat and a cough. I've got a temperature، I think that I've got a cold. What should I do؟ طيب تقول أنا أشعر بالمرض، أنا لدي التهاب حلق وسعلة، ولدي ارتفاع بدرجة الحرارة، أعتقد بأن لدي زكام، ماذا تنصحوني أن أفعل؟ بماذا تنصحونها؟ سوف تقولون لها أولا you should، ثم تكملون you should كذا you should كذا. من أين تأخذون وتحصلون على كلمات من الإطار الأزرق؟ مثلا you should see the doctor، ينبغي أن ترى الطبيب. okay. part 3 read and write الجزء الثالث اقرأ واكتب. عظيم، احضروا لي دفترا وقلما من الرصاص وتابعوا معي الجملة الأولى. I've got a sore throat، لدي التهاب حلق. you should drink lots of water، ماذا قالت لها والدتها؟ You should drink lots of water. وهنا جملة، جملة should، بماذا نصحتها والدتها؟ أنت ينبغي أن تشربي الكثير من الماء. You فاعل، should. Drink فعل أساسي بالمصدر، lots of water تتمت الجملة. الجملة الثانية: I've got a temperature، أنا لدي ارتفاع بدرجة الحرارة، ماذا تقول له والدته؟ أيضا هنا جملة should. الجملة الثالثة: I've got a bad cough، ماذا تقول لها والدتها؟ وأنا أثق بكم. فكروا، ابحثوا، بإمكانكم الكتابة على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه. Part 4 read and write الجزء الرابع اقرأ واكتب. لدينا الكلمات بالإطار الأزرق: You should take some medicine، ينبغي أن تأخذ بعض الدواء. What's the matter، ما المشكلة؟ I've got a bad cold، لدي زكام شديد. عليك أن ترتب هذه الجمل الثلاثة بدءا من الجملة number 1 رقم 1، ثم جملة 2، ثم الجملة الثالثة. رتبوها فقط. okay. part 5 read and match الجزء الخامس اقرأ وصل. لدينا الكلمات 1 2 3 4. number 1 it's windy، number 2 it's rainy، number 3 it's cold، number 4 it's sunny. والجمل A B C D: number A you should take your umbrella، number B you should fly your kite، number C you should go to the beach، number D you should wear a coat. طيب لدينا الكلمة الأولى number 1 it's windy، إنه عاصف. لقد وصلناها إلى you should fly your kite، ينبغي أن تطير طيارتك الورقية. تعلمون الطيارة الورقية تطير عندما يكون الجو عاصف.
أوكي سهلة هكذا، أليس كذلك صف الرابع؟ بارت 6 read and write، الجزء السادس اقرأ واكتب. هنا لدينا مجموعة من المشاكل وأنتم عليكم أن تقدموا لنا النصح يا صف الرابع. المشكلة الأولى مثلا I feel ill، أنا أشعر بالمرض، بماذا تنصحوني في الجملة الأولى؟ You should see the doctor، عليكم أو عليك أن ترى الطبيب، أليس كذلك؟ طيب في الجملة الثانية أقول لكم It's very hot and sunny، I'm gonna the beach، إنه حار ومشمس، أنا سوف أذهب إلى الشاطئ. انظروا جيدا إلى الصورة، ما هي النصيحة هنا؟ الجملة الثالثة I'm tired، I'm tired، ما النصيحة هنا؟ Number 4 All of the family are here، ما النصيحة؟ Number 5 I'm hungry، ما النصيحة؟